تؤكد زيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى إلى المملكة المتحدة تطور علاقات قطر السياسية والاقتصادية مع المجتمع الدولي رغم الحصار الجائر المفروض عليها. وقد كانت العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين الدولتين محور المباحثات التي أجراها سموه مع دولة السيدة تيريزا ماي رئيسة وزراء المملكة المتحدة، بالإضافة إلى بحث جهود البلدين في مكافحة الإرهاب ومحاربة تمويله. وتطرقت المباحثات كذلك إلى الأزمة الخليجية وأهمية حلها بالحوار ضمنا لوحدة دول مجلس التعاون. وقد شهد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ودولة السيدة تيريزا ماي رئيسة وزراء المملكة المتحدة التوقيع على خطاب نوايا للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب. التعاون الثنائي في المجال الأمني والدفاعي كان محور الاجتماع الذي عقده حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى مع سعادة السيد جافين ويليامسون وزير الدفاع بالمملكة المتحدة. وفي الحفل الذي أقامته وزارة الدفاع البريطانية بمناسبة الاتفاقية الموقعة بين دولة قطر والمملكة المتحدة في ديسمبر 2017 بشأن تأسيس سرب عمليات مشترك لحماية الأجواء المتبادلة، تسلم سمو الأمير علم سرب الطيران المشترك للقوات الجوية الأميرية القطرية والقوات الجوية الملكية بالمملكة المتحدة، ثم قام سموه بتسليم العلم لقائدي السرب المشترك. هذا وقد استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى سعادة السيد ساجد جاويد وزير الداخلية بالمملكة المتحدة، وجرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية وسبل تطويرها لا سيما في مجال التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب. وكان حضرة صاحب السمو قد ناقش في اليوم الأول من الزيارة مع عدد من أصحاب السعادة أعضاء مجلسي اللوردات والعموم بمبنى البرلمان في المملكة المتحدة العلاقات التاريخية التي تجمع دولة قطر والمملكة المتحدة وأوجه تعميق علاقات الصداقة والتعاون المشترك بينهما. كما أدى سموه زيارة إلى الحي المالي بمدينة لندن، التقى خلالها بعمدة الحي المالي ووزيرة الدولة للتجارة والتصدير وعدد من كبار رجال الاقتصاد والأعمال في المملكة المتحدة. كما التقى سموه رئيس حزب العمال بالمملكة المتحدة وأدى زيارة إلى كلية إمبريال لندن للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والطب. وفي خضم هذه الزيارة التاريخية كشفت الصحف البريطانية أن دول الحصار استعانت بممثلين مقابل أجر مادي للتظاهر ضد قطر، حيث وجهت إحدى الوكالات بريدا إلكترونيا إلى الممثلين المتعاملين معها تدعوهم فيه إلى المشاركة في مظاهرة خلال لقاء أمير قطر رئيسة وزراء بريطانيا في شارع داونينغ ستريت صباح يوم الثلاثاء مقابل 20 جنيه استرليني. وقالت الشركة في تصريح للصحيفة إنها وقعت اتفاقا لتوفير أشخاص للمظاهرة، وصرح المتحدث باسم الشركة أنهم قرروا إلغاء الفعالية دون مزيد من التفاصيل. على صعيد آخر، قام سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع بوضع حجر الأساس لمشروع توسعة قاعدة العديد الجوية لمشاركة الجنرال جيسون أرماكسوت قائد الجناح الجوي الأمريكي بقاعدة العديد الجوية. ويشمل مشروع توسيعة القاعدة بناء ثكنات سكنية ومباني خدمية لدعم المساعي الأمنية المشتركة. وتأتي هذه الخطوة لتؤكد على التزام دولة قطر بتعميق العلاقات العسكرية الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، انطلاقا من التزام البلدين بتطوير وتوطيد التعاون والتنسيق العملياتي العسكري بينهما.